يا ابو بنت الديره والله ما يصير. ليش يا شيخ؟ ملابسي ما ادري وين، انا جالسين هنا كني اسير، احتري ملابسي متى تجي؟ لو دريت اخذت المسدس ذاك الاختراع اللي تكوي ملابسك وانت واقف، قصدي وين ملابسك واقفه، واريح راسي. يا اخي ضرب ما بين خير اخوياك، انا لو دريت انك اقدر بحالك والله اجي حتى اخذ كد على المغسل ما هم يا قلبي. تبي اسمعك نكته؟ اي والله يا ابو ربي. يقول في اعرابي يبي يطلع من بيته، قالت له حرمته انت ورا ما تمدحني، انت ورا ما تسمعني كلام حلو، يوم منك كل ما طلعت من البيت قلت انتبهي للوران انتبهي للبيت. قال والله انك قمر وانك حلوه، ليت منك اربع. يقولون انشقت الارض وبلعته، اليوم كذا ما عندنا الشاط. كيف انك حلوه يا ابو والله العظيم انا تفقعت شد من الضحك. هذا وهي بدون مكياج. يا مرحبا ومسهلا يا شباب، الحفله اليوم والحمد لله وصلوا الطققات على خير. والشيلات والطهبله ونبنى ستانس ونفلها. الحين الطققات انتم جيتوا؟ اي الطار وين؟ الطار وين يا منيرة؟ اخر واحد اللي خرج من الطين حط المفتاح وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا والله هالوناسه والرحله هالزينه وبنى ستانس وامورنا زينه كلها. انت ايش تبي تشيلين يا فوزيه؟ بس قريب من الخيمة، تعال بس يلا يا الطققات يلا. عيدوا بالخلال ريق معايد بالخلال يلا يلا يا مرحبا بشهران العريضة قلبك أسفرت وانورت يا تندح الخضراء. الله يحييك يا الحوية. مرحبا ومسهل. أنت جاي سعيد فوزان بخطيب هذولي فكني. الله يحييك تحايا السيل. السفر حط مع ملابسك؟ مع الملابس مع الشنطة. ما عليك يا بربيع. يلا سب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم سكنهم مساكنهم. انت شو تدور؟ دقيقة يا بربية علي، الحين ايش ادور؟ بسم الله بشويش على سيارة الرجال. يا هلا والله يا بربية. انت ايش تطبق البيبان كذا؟ ادور سبحتي ما لقيتها. طيب الحصان نزلت من كل اكل؟ والله باقي ما نزل شيء حتى الحين، لكن كذب. مرحبا يا ابو المها. مرحبا يا طانون. والله يا غازي اني فرح شديد بهالرحله. اسمع الله يكفيني شرح. اسمع يا سعيد، انا مستخدمك سلاح فتاك، اي واحد ينام ما يقوم للفطور تصحي. ازهل علي الحرام اني احب الشغله هذه. ازهل عندي الصلاه والفطور. ازهل بيض الله من الان اقول لك ازهل كل شيء بيض. وانا فرحان حسب الله ما حدا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله بالخير يا الرابع من المخيم، انا مدقر للباب عشان ما يجي صوت هواء في الكاميرا. اجواء طيبه لو ان جانا حجه اليوم الظهر، لكن الادمي يسعى وياخذ بالاسباب والمجتهد ما ياخذ الا نصيبه. لو طالت الطرقه وخيط الشفق غاب البعد زرف على الركائب. جو بتاكس من يا ابو بنت الدير؟ جو اليوم مطار جين تاكس. من هم؟ عبد القادر ابو ناصر ابو المهاب خطيب كلهم جين. انا ما ادري لو درى حق التاكسي ما ناقصني غير جنحان يا ابو شام. حافظ يا عقايل الله. هلا والله يا غازي مساكم الله بالخير. بالنور والسرور. خلاص انتهت الرحله، وش جايبكم انتم؟ هذه شنطه من؟ هذه شنطتنا كلنا قطينا فيها. تترجعون لها لكم انتم بس؟ والله خلاص ما عندكم براجعين يا ابو. نفسك كلها حقت الشهر. الحين انتم الجو بارد لازم لله العجب، رايجيل معروفين وجايين بتاكسي؟ وين مراجلكم؟ الرجال ما عاد يقضي له لزوم؟ شوف يا مخ ما تقدر تهز الحديد من الدير اللي انت احنا اذا جينا بالسياره يعني سر رايجي واذا ما جينا بالسياره بس انتم معروفين يا ولد. تكفينا هذا الهم، معك سيارتك معك لا احتنا شامبو ولا حد بنرسلك مخ. انت مفروض اللي توصلهم اصلا. انا من يوم حطيت البليه اللي ورا ذي العزبه على جنوبك متفق لا هي علي الحرام. شوف الزغوت شوف الزغوت ما بقى ولا اشاره اللي سوى ايدام تحت الاشاره. يلا حيهم. هلا ابو النجوم كلها. هلا والله ابو السيف. هلا ليه الله مبروك. جت النجمه رغما عن انفها.
يا قلبي والله كيف ما تجيني وانت يا ابو ذيب علي مناي والنشمي هذا واخواننا الغالين. هذا فعلي مناي من الناس اللي تقدم محتوى من اوائل الناس اللي راهنوا على بدر. تتذكر؟ اي والله اتذكر في هذا المخيم السنه اللي راحت. ايش قلت لك؟ قلت والله ان شاء الله ما تجي السنه الجايه ذي. والله ما يحول الحل والنجمه في حساب. والله كفو يا حبيبي كلها بركاتكم والله كلها بركاتكم. الليله وبكره وبعده محتفلين لعيونك يا بدر. بغض النظر ان في مخيم مبسوطين بس في احتفاليات خاصه عشانك يا حبيبي. ايه حياكم حياكم. يلا يا رجل انتم علامكم تلون في الغرف. يا ولد انت ترى المجلس وراك والرجل وراك. اعرف اعرف عانهم هناك. يا غازي ما اقدر ادخل على الرجل وانت ما كم يعني. ليه؟ والله غلط في التشكيل. اخوي ما ادري اذل ما بذل. رجعنا لتشرف. ايه ولا قام ينشون يكلم من عند. طيب يا مخلط طيب علي ضيع. رحم الله والديك. ما قال كثر الله خيرك. يقول الله يمدهم ولا يضدهم. قال الله يضدهم ولا يرد.